أهلا بكم من جديد مشاهدينا في جولة استوديو رافدين الإخبارية. نعود لنقاش ملف الميليشيات والذي يشكل مشكلة كبيرة في المفاوضات المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والعراقي في حزيران المقبل. لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من جديد من العاصمة الفرنسية باريس السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي. أهلا بكم. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور. أستاذ أمير، ما هي أهم الأجندات التي يحملها مصطفى الكاظمي والذي يدخل إلى هذه المفاوضات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي بدون وزير للخارجية؟ شيء طبيعي. المهمة التي يعني أعطيت لمصطفى الكاظمي هي التباحث مع ايران، لان الكل يعرف بان السيد مصطفى الكاظمي هو اكثر امريكيا، او اقول انه امريكيا ولم يكن ايرانيا سوى في الكليه او اللقب. اذا هو له اجنده خاصه بالولايات المتحده الامريكيه، وقبلته ايران يعني بعد ان كانت الامور قد اصبحت جدا صعبه عليها بعد مقتل قاسم سليماني، وبعد يعني افول نفوذها في سوريا والعراق. اذا الاجنده التي يحملها مصطفى الكاظمي هي اجنده امريكيه بحته تتعلق بمحادثات الولايات المتحده في صراعها مع ايران، وليس بالاجنده العراقيه التي تتعلق بالشارع العراقي الملتهب. هي الحقيقه. هل يعني ذلك أستاذ أمير أنه سيستجيب لمطالب واشنطن المتعلقة بسحب السلاح من يد الميليشيات؟ أنا لا أعتقد ذلك إلا إذا وافقت إيران نفسها، لأن مصطفى الكاظمي وكما قلت قبل قليل يحمل أجندة أمريكية وليس إيرانية، يتكلم يعني بصوت أمريكي مع إيران. إذا استطاعت إيران أن تخرج بحل مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني تلغي أجندتها في العراق، وتكون الميليشيات في مهب الرياح. إذا المهمة التي هي مهمة السيد مصطفى الكاظمي هي التباحث مع إيران. إن وافقت إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية فإن إيران تستطيع أن يعني أن يبقى النظام في إيران وأن تسحب أجندتها أو أذرعها في العراق. ولكن أنا في اعتقادي بأن السيد الكاظمي هو جاء في نظام كان موجود سابقا، وهذا النظام يعتمد على وجود هذه الميليشيات، لأن الميليشيات التي موجودة في العراق هي أسس النظام الحالي، وبدون هذه الميليشيات فسيسقط النظام ويكون كورقة ذابلة تسقط في الأرض. كان هنالك انتقادات لزيارة الكاظمي لميليشيا مقر ميليشيا الحشد. هذه الانتقادات جاءت من أعضاء في الحزب الجمهوري الأمريكي. إلى أي مدى سيؤثر ذلك على المحادثات المرتقبة مع الكاظمي؟ يعني لا نستطيع أن نصدق كل ما يقوله الأمريكان. الأمريكان لهم يعرفون يعني جيدا أكثر من أي شخص آخر عن الموقف الأمريكي في العراق، ولماذا اختاروا بالذات السيد مصطفى الكاظمي. الامريكان يعرفون ما هي قابليه السيد مصطفى الكاظمي، ويعرفون ما هي حدود ارتباطه بالولايات المتحده الامريكيه، والسيد مصطفى الكاظمي لا يستطيع ان يعمل شيئا وان يكون في جانب الميليشيات الا من خلال خطه امريكيه مدروسه للتغلغل داخل النظام الميليشياوي في العراق. ومن خلال هذا النظام يعني لها امريكا تستطيع ان تعمل بهدوء. اذا السيد مصطفى الكاظمي لا يستطيع ان يطرد الميليشيات بليله وضحاها. هو يقول بانه جاء يعني التغيير في العراق، ولكن انا في نظري هو ليس له القابليه، ولكن هو يعني ينفذ مخطط امريكي في العراق، وهذا المخطط يعتمد على وجوده، وهذا الوجود يجب ان لا يكون يعني وجود شرس ضد الميليشيات في الوقت الحاضر، ولكن هناك على ما اعتقد مباحثات في المستقبل مع الجانب الامريكي في حزيران المقبل.
نعم، الحزب الجمهوري نفسه كان قد وجه بفرض عقوبات على العراق في حال عجز الكاظمي عن سحب سلاح الميليشيات. إلى أي مدى يمكن أن تؤرخ هذه المفاوضات العراقية الأمريكية لمرحلة ما بعد النفوذ الإيراني في العراق بعد سحب السلاح من الميليشيات؟ في طبيعي هناك شيء مهم، يعني اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه تريد يعني بصراحه سحب سلاح الميليشيات، فيعني بمعنى اخر هو اسقاط النظام الحالي، لان النظام الطائفي الحالي هو معتمد يعتمد على وجود الميليشيات كدعامه لوقوفه في بغداد وفي العراق. بدون هذه الميليشيات لا يستطيع هذا النظام ان يبقى دقيقه واحده، الشعب العراقي سيكنسه بسهوله، ولكن بوجود هذه الميليشيات لاحظي يا سيدتي كيف تستغل هذه الميليشيات، كيف تقتل هذه الميليشيات، كيف تأسر، كيف يعني تعيب العراقي الذي ينتفض من اجل الوطن. اذا بدون هذه الميليشيات سيسقط النظام الطائفي بليله وضحاها، ولن يكون هناك يعني نظام طائفي بدون هذه الميليشيات. اذا سحب سلاح من الميليشيات يعني من قبل امريكا نهايه للنظام الطائفي التي جاءت به ايران الى العراق. شكرا جزيلا لكم السياسي العراقي المستقل امير المفرجي، كنتم معنا عبر سكايب من العاصمه الفرنسيه باريس.